عمره خطر ببالكم انه الفار والقط والكلب والنمر يكونوا اصدقاء؟ بقصتنا لليوم هيلا حب رح نتعرف على اشهر فرقة موسيقية واللي مكونة من فار وقط وكلب ونمر. جاهزين تسمعوا القصة؟ يلا. في ليلة شديدة البرودة كان الفأر الصغير الصغير فافا يرقص ويدندن فافا فافا فافا، وكانت حوائط جحره الصغير الصغير تردد وراءه فافا فافا فا، وكلما اشتد البرد ارتفع صوته في سعادة وجد فافا فافا فا، ضحك فافا ها 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 ورددت الحوائط ها 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 ها. قال فافا بردان بردان بردان، ورددت الحوائط دان دان دان. ضحك فافا وقال سأصنع لنفسي كوبا ساخنا من اليانسون، ورددت الحوائط سون سون سون. صنع لنفسه اليانسون وأشعل المدفأة وجلس على سريره يتابع التلفاز الذي كان يعرض حلقة من مغامرات توم وجيري. ارتعش فافا من الخوف حين شاهد القط توم وهو يغرق الفأر جيري في زجاجة الصابون السائل، وكلما كان جيري يصرخ ويبكي كان توم الشرير يضحك ويضحك، وكانت فقاعات الصابون تملأ الشاشة ويختلط صوتها برلم 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 بصراخ جيري وضحكات توم. قفز الفأر فافا منزعجا في رعب حقيقي وأغلق التلفاز بسرعة، ثم عاد إلى سريره يرتجف وهو يهمس ما هذا الرعب القططي الفظيع ما هذا؟ فتح فافا الراديو على إحدى المحطات التي تذيع المقطوعات الموسيقية الهادئة، ربما ساعدته هذه الموسيقى على النوم أو نسيان ذلك الكرتون المرعب، ولكن من أين يأتي النوم والاطمئنان وهو يسمع أصواتا خارج الجحر؟ كان يتخيل أن القط توم سوف يهاجمه فجأة ليغرقه في زجاجة الصابون السائل كما فعل بالفأر جيري، لكنه طمأن نفسه وقال هذه مجرد أوهام، كيف سيأتي القط توم إلى هنا؟ ثم إنه قط كرتوني مرسوم وليس حقيقة، ثم إن فافا الذي هو أنا نفسي شخصيا لا أخاف إلا من قط حقيقي. ثم فجأة وبدون أي مقدمات كان القط الحقيقي يقف أمامه. نعم نعم، إنه القط الحقيقي بلحمه وشحمه وعظمه وشواربه وأسنانه يقف أمامه داخل جحره. انهار الفأر فافا وسقط على الأرض وهو يرتجف ويرتجف، وظلت أسنانه تصطك ببعضها وجعلت رموشه تبتعد وتقترب وعيناه تنفتحان وتنغلقان غير مصدق، هل هذا كابوس حقيقي أم هي حقيقة كابوسية؟ لكنه أفاق على صوت القط الذي كان أيضا يرتعش ويرتجف. آسف جدا يا عزيزي، فقد جئت إلى جحرك مضطرا، أرجوك اسمح لي أن أختبئ عندك لدقائق قليلة حتى يبتعد الكلب الذي يجري ورائي. آسف جدا يا عزيزي، فلم أجد أمامي من مكان آمن إلا هذا الجحر، أرجوك أرجوك لا ترفض طلبي أرجوك. نظر الفأر فافا إلى يد القط فلم يجد بها زجاجة الصابون السائل، نظر إلى وجهه فوجده أبعد ما يكون عن شكل توم القط الشرير. ابتسم بريبة وهو يتساءل ولماذا يجري الكلب وراءك؟ هل فعلت ما يغضبه أو يضايقه؟ أبدا أبدا، لقد كنت خارجا من المكتبة العامة وذهني مشغول بما قرأته من قصص وأشعار، ولكن فجأة وجدته يجري ورائي. أفهم من هذا الكلام أن حضرتك قط مثقف. هذا ما أتمناه، فأنا أمضي كل أوقات فراغي في القراءة والاطلاع. وقف فافا على أطراف أصابعه كراقص الباليه ولف حول نفسه ودار وهو يقول يا سلام سلم حتى القطط بتتعلم، وأمسك بيدي القط وهو يحركهما كالأرجوحة برفق. تعال يا صديقي تعال، استلقي بظهرك على سريري وتغطى بالبطاطين، فجسمك ما زال يرتعش، تستطيع أن تقرأ في هذه الصحيفة حتى أعد لك كوبا من اللبن الدافئ. نظر إليه القط وهو يبتسم في حب وقال أعتقد أن اللبن الساخن سيكون ألذ وألذ لو أضيف إليه البسكويت المحشو بالقشطة، أليس كذلك؟
ضحك الفأر فافا من قلبه ولكنه تساءل بخجل: غالي والطلب رخيص أيها الصديق العزيز، ولكن ليس لدي غير بسكويت محشو بالقرنبيط، هل يصلح؟ هز القط رأسه موافقا: ميمي، اسمي ميمي، وأنت؟ فافا، اسمي فافا، ما رأيك؟ جميل جميل، ولكن أعتقد أن اللبن بالبسكويت أجمل بكثير، ها 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 ها. وبعد دقائق معدودات كانت الصداقة قد تأكدت بينهما، وبدأ فافا يحكي لميمي عن أحواله وكيف أنه يملك صوتا جميلا هو سبب قدومه إلى المدينة، حيث يوجد المتخصصون الذين يمكنهم تدريبه وتعليمه، حيث إن الموهبة بدون دراسة كالتلميذ بدون كراسة. مد فافا يده إلى درج الكومودينو وأخرج ألبوم الصور وظل يشرح لصديقه القط ميمي مناسبة كل صورة، فهذه عندما كان يغني مع كورال القرية في الكرنفال الفئراني السنوي، وتلك عندما كان يغني مع فرقة ضاد العضاضة نشيد لا تخافي لا تخافي نحن فئران المطافي. أما هذه الصورة الرائعة لم يكمل الفأر كلامه، فقد طار الألبوم من يده ووجد نفسه معلقا في رقبة القط، بينما القط يرتجف ويرتجف وأذناه تخبطان بعضهما في بعض. نعم نعم، فهذا هو الكلب شخصيا يقف أمامهما في وسط الجحر دون سابق إنذار أو توقع. نظر إليهما الكلب وهو يتصبب عرقا وقال بصوت متقطع: أنا آسف جدا إذا كنت اقتحمت جحركما بدون استئذان، لكن أرجوكما قبول عذري، فالنمر المفترس يجري ورائي. انفجر القط والفأر من الضحك على حين كان ينظر الكلب إليهما باندهاش. تقدم الفأر بثبات وسأله: ولماذا كان النمر يجري وراءك؟ صدقني لا أعرف السبب، فقد كنت واقفا مع زملائي صولاسي أمام معهد الموسيقى لنتفق على موعد البروفا القادمة، فلمحنا النمر من بعيد وهو يجري في اتجاهنا، وطبعا طبعا جرى كل منا من طريق، وظللت أنا أجري وأجري إلى أن وصلت إلى هنا. وهنا قطعه القط ميمي وهو يضحك في ثقة وثبات: آه فهمت الآن، إذن أنت لم تكن تركض ورائي بل كنت تركض من النمر المفترس. نظر إليه الكلب ريري في عتاب ودهشة وهو يقول: الكلب ريري فنان ولا يمكن أن يحمل أبدا لأي أحد مهما كان شرا أو كراهية. أخذ القط يربت على الكلب بحنان حتى يشعر بالحب والأمان، على حين أسرع الفأر في إعداد كوب من عصير الليمون ليهدئ أعصاب صديقهما الجديد. قال الفأر للكلب وهو يناوله الكوب: أنت تدرس العزف على الجيتار في معهد الموسيقى واسمك ريري، مظبوط؟ نظر إليه الكلب في دهشة وإعجاب: فعلا فعلا، وكيف عرفت؟ عادي جدا، ألا تعرف أني أستطيع أن أقرأ أفكارك؟ ومن كلامك وجيتارك أستطيع أن أعرف أخبارك وكل أسرارك. يا إنك أذكى فأر عرفته في كل الفئران، ثم إن صوتك جميل، ما رأيك في الانضمام إلى فرقتنا الغنائية؟ نظر إليه القط في فضول وإعجاب ثم همس في أذنه: وهل تحتاجون في فرقتكم إلى شعراء مثلي؟ ضحك الكلب في ثقة وهدوء: بالطبع يا صديقي بالطبع، حتى لو كانت قصائدي قططية مليئة بالنونوى والمواء. الفن يا صديقي تكامل بين أصوات الطبيعة وتكافل بين كل المخلوقات، أسمعني أسمعني ما لديك. وهنا انتفض القط ميمي ثم أمسك بصديقه الفأر فافا وجعل يرقص وهو يغني قصيدته القططية: مياو 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 لمن نباح على الصديق ونحن صحبة في الطريق، هيا معا إلى الحياة هيا معا إلى الغناء، فالحب ليس بقبيق فالحب ليس بقبيق. نظر الكلب متسائلا في دهشة: وما هو البقبيق هذا؟ ورد القط وهو يضحك في براءة: لا تدقق يا صديقي، فهذه كلمة بلا معنى ولكنها لزوم القافية. ضحك الكلب وظل يقهقه في سعادة غامرة وهو يقول: بقبيق بقبيق بقبيق، على حين يردد القط والفأر وهما يرقصان في سعادة: بقبيق بقبيق بقبيق. تعالت أصوات الغناء والطرب وامتزجت بمشاعر الحب والدفء والود، وبينما استغرق الجميع في الضحك والمرح
فوجئ الأصدقاء الثلاثة بالنمر وهو يطل من فتحة الجحر. صرخ الفأر صرخة قوية واختبأ تحت السرير، على حين جرى القط في اتجاه الدولاب، دخل فيه بسرعة ثم أغلقه بإحكام. أما الكلب فمن شدة الرعب لم يقوى على التحرك يمينا ولا يسارا، فظل واقفا في مكانه وهو يكاد يموت من الفزع. نظر النمر في دهشة وتعجب ثم قال: مساء الخير، ماذا حدث؟ لقد كنتم في حالة من الفرح والانشراح، لماذا توقفتم فجأة؟ هل حدث ما يزعجكم أو يضايقكم؟ احتبس صوت الكلب ولم يستطع أن يرد، واستطرد النمر في ود: عذرا يا صديق الكلب، فقد اقتحمت مكانكم فجأة، لكني بحثت عن جرس الجحر ولم أجده. أنا النمر دودو، من أشد المعجبين بالفن والمرح، سمعت صوت غنائكم الجميل فجئت أشارككم، هل لديكم أي مانع؟ نظر الكلب إلى النمر في دهشة وسعادة ثم قال: أمتأكد أنك دودو؟ نعم، اسمي دودو، أحب الفن والموسيقى وأهوى الحب والصداقة. صرخ الكلب راري وكأنه اكتشف كنزا: أنت دودو وأنا راري والقط ميمي والفأر فافا وزملائي في الفرقة صول لا سي، نحن نشكل بأسمائنا حروف السلم الموسيقي دو ري مي فا صول لا سي. خرج الفأر من تحت السرير وهو يضحك في سعادة، وخرج القط من الدولاب وهو يرقص في انتشاء، ومد الجميع أيديهم إلى النمر وهم يرددون معا دو ري مي فا صول لا سي. وكلما ارتفعت أصواتهم بالغناء كلما رددت الحوائط خلفهم دو ري مي فا صول لا سي. وهيك خلصت قصتنا لليوم، وتعرفنا على أجمل وأروع فرقة موسيقية في العالم. استنونا المرات الجاي في قصص جديدة. إلى اللقاء.